أسرع سناك ممكن نعمله لمريض السكر ولكيتو دايت: زبدة الفول السوداني 3 ملاعق كبيرة 150 جرام، أو زبدة اللوز حسب نظامكم الغذائي، والطحينة اللي هي الراشي 2 ملعقة 40 جرام، نوضعهم بالميكرويف نص دقيقة، وبنوضع قليل من الفانيلا وبنقلب، وبنوضع كوب من جوز الهند 100 جرام وبنقلب المكونات جيد. ممكن نعملهم بالكوب، نقص الكوب او اي قالب، او ممكن نعملهم بشكل عشوائي مثل هيك. يفضل نسكبهم على ورق الزبده مشان ما تلزق معنا. التخزين يكون بالفريزر اقل شيء 4 ساعات او ساعتين بالفريزر، ودائما التخزين يكون بالفريزر. عندي تقريبا 1000 وصفه صحيه. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامه.